بينخفض توزيع المي ببيروت لثلاث ساعات يومياً بفصل الصيف. فاللي عم بيقدموا خدمات للمي العامة ما بقى قادرين يتحملوا تكاليف قطع الغيار والصيانة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وبسرعة. بسبب نقص البنزين والإمدادات مثل الكلور وقطع الغيار رح يتوقف ضخ المي للبنان تدريجياً. تكاليف الصيانة كتير عالية وفقدان المي بسبب التسرب والسرقة والانهيار يلي حاصل بشبكة الكهرباء بيترك لبنان الغني بالمي عطشان. بسبب عدم قدرة الوصول لإمدادات المي العامة ارتفعت تكاليف المي بنسبة وصلت ل200% كل شهر. تعودت الفئات الأكثر فقراً بلبنان أنه تدفع 15% من مدخولها لتشتري المي المعبي. بسبب غياب الحكومة المسؤولة قامت مجموعة صغيرة من الصناعات بالتخلص من نفاياتها وسربتها بشكل غير مسؤول، وهيدا الشيء أدى لتلوث الأنهار والبيئة بشكل عام. بتسبب الأنابيب المكسورة بفقدان 48% من مجمل المي الموجودة. بالإضافة لهيدا الشيء بيؤدي الحجر الجيري المسامي لفقدان 50% من المياه الجوفية الموجودة بلبنان، وبيترك بس 2-3% من المياه الجوفية متاحة بلبنان. بيتواجد بمنطقة بيروت أكثر من 20,000 بير ناتجة عن الحفر الغير قانوني للأبار. بيؤدي الاستغلال المفرط لنقص المي الكبير بالمياه الجوفية والسماح لمية البحر إنه توصل للأنابيب بيؤدي إنه تكون مية الحنفية مالحة وكريهة. المي بكباية مليانة بالوحل. بيّنت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية ببيروت بأنه البكتيريا القولونية البرازية موجودة ب 80% من مية الحنفية. 90% من مياه الصرف الصحي، يعني المجارير غير المعالجة، بتصب بالبحر. بمنطقة البزرة عم بيتم التخطيط لمشروع ضخم لتوصيل المي لأحياء بيروت يلي عم يتزيدوا سكانها أكتر وأكتر. ومن لما طلعت فكرة المشروع كل الحكومات اللبنانية دعمت بنائه. تم التخطيط للسد المقترح واللي بيستخدم مي من 3 أنهار ضد نصيحة خبراء البيئة. توقف العمل بالمشروع سنة 2020، وبيتوقع الداعمين للمشروع إنه إلغاء المشروع بيعني إنه أكثر من 1.6 مليون شخص رح ينحرموا من المي النظيفة. بس اللي بيعارضوا مشروع السد بيعتبروا إنه إعادة تأهيل شبكة المي واستخدام المياه الجوفية بشكل أفضل هي حلول قابلة للتطبيق وأقل ضرر للبيئة.